بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا أنت واحد ربنا، يا مجمعنا اغفر ذنبنا، يا رب اغفر ذنبنا وتوب علينا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب يقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب، يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب يقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب، يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب يقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في أنفسنا وفي ذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وأبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، في سفح المقطم بالقاهرة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في شرح المصنف حول الحديث 93، وهو حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد، المروي عن المقداد رضي الله عنه. والمقداد أصح في المقدام بالميم، المقداد الاسم الأصح المقدام، وإن كان مشهور يكتب بالدال. عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وتكلم في وجه الخيرية في الأكل من عمل اليد، في وجه الأول أنها تغنيها عن الناس، والوجه الثاني تكلمنا عنه بالأمس، وهو أنه الخيرية لما فيه من الثواب، لأن السعي في طلب الرزق عبادة، من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا السعي لطلب الرزق. وعلمنا أن الناس في السعي لطلب الرزق نوعان: نوع من أهل الأسباب يأخذون بالأسباب ويتسببون، ونوع آخر من أهل التجريد، وأهل التجريد نوعان: نوع يجري الله أرزاقه على العباد، فالعباد هم الذين يرسلون إليه رزقه، ونوع آخر على سبيل الكرامة يرزقه الله بغير سبب، يعني يفتح بيت ويجد الطعام عنده دون أن يأتي طارق يطرق على بيتي فيعطيه الطعام. يبقى نوعان. ستنا مريم كانت من النوع الثاني، كان كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزق من غير ما حد يجيبولها، ربنا اللي جيبولها كده مباشرة على سبيل الكرامة. وفي نوع تجريد تاني من أهل التجريد، إن ربنا سبحانه وتعالى يجري رزقه على يد العباد، يعني يطرق بابه إنسان فيترك عنده ما يكفيه، وكلما انتهى ما يكفيه يرسل إليه إنسان آخر برزق. دول نوعين من أهل التجريد. هيتكلم اليوم على الوجه الثالث من الخيرية، فيقول:
وأما الاعتراض على الوجه الثالث الذي الخيرية فيه لكونه يأخذ من الغيب بواسطة الصنعة. الإنسان لما يصنع صنعة، يعني الكرسي ده كان شجرة، كان قبل كده شجرة مش كده برضو؟ يعني كان الكرسي غيب في الشجرة، اللي خرج الكرسي ده من غيب الشجرة إلى الوجود إيه؟ الصنعة. فالصنعة بتخرج الأشياء من الغيب. فهمت بقى ازاي؟ يعني تاخد لك الخامة تعملها لك حاجة تانية، كأن الحاجة دي كانت غيب في الخامة. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى الصنعة. فالصنعة فيها سر، انك انت بتخرج الاشياء من الغيوب. فهمت بقى ازاي؟ يمسك حتة تراب كده يقوم يصنع فيه صناعة، يعمل منه كوب ويعمل منه قدر ويعمل منه مثلا طبق ويعمل منه اناء ويعمل منه فازة ويعمل منه اشياء كثيره، وهي كلها ايه؟ شويه تراب. فهمت ازاي؟ فالصنعه بتخرج الاشياء من الغيب. فهمت بقى المساله؟ زي برضو النوايا، النخله غيب في النوايا، الزرع يخرج الغيب منها. فهمت بقى ازاي؟ يعني الشجره موجوده جوه النوايا، طب مين اللي هيخرج الشجره من النوايا الا صنعه الزراعه والفلاحه؟ فهمت بقى ازاي؟ فيقوم يقعد يفلح ويزرع ويخدم ويروي ويعمل بنظام معين، يقوم ايه؟ يظهر الغيب اللي كان ايه؟ موجود جوه النواه. وهكذا بقى. فيبقى الصنعه بيقول لك ايه؟ كانه بياخذ من الغيب. فهمت بقى المساله؟ تعارضنا في المساله دي بقى قصه سيدنا عيسى عليه السلام في المائده، التي هي بغير تسبب من الغيب. يعني شوف سيدنا رسول الله كان في عالم الحكمة، كان يحترم عالم الحكمة، فكان لما يبقى ناقص المية عندهم، الماء بينبع من بين أصابعه، كان ممكن يعمل لهم كده وينبع كده، لكن النبي يريد أن ينقب القدرة بنقاب السبب، يقوم يقول لهم هاتوا لي أي مية قليلة عندكم، ويخبي صوابعه في المية القليلة علشان ينقب القدرة بالسبب، احتراما لإيه؟ لسنة الله في عالم الدنيا. شفت النبي بقى كان يراعي الحكايه ازاي؟ مع انه كان ممكن يعمل لهم ايده كده يطلع منها نوافير الميه، لكن هو يريد ان يراعي النقاب القدره، لان القدره حسناء من كشف نقابها حرمها. مش احنا قلنا الكلام ده امبارح؟ نقب القدره بايه؟ بالاسباب. كان يقول لهم مثلا ما يقل الطعام يقول لهم ايه؟ طب هاتوا اي طعام قليل عندكم، بدل ما يجيب لهم طعام كده من لا شيء، لا يكتر لهم طعام من قليل عشان ينقب القدرة في الطعام القليل ده. يقوم الناس يقول لك ده الطعام ده ربنا بارك فيه. فهمت ازاي؟ مش جاب لهم طعام الغيب. فهمت بقى المسألة؟ شفت نبيك كيف كان يتأدب في جميع الأداب، مع ان ربنا اداله برضو القدرة. فهمت ازاي؟ طب هو يعني لما اشار للقمر كده وانشق نصفين، مش دي بالقدرة؟ ولا هو راح للقمر وجاب فاس وقعد يحفر فيه لحد ما قسم النصين؟ ده اشاره كده. فهمت ازاي؟ يبقى احيانا كان يتعامل بالقدره، واحيانا يتعامل بالقدره منتقبه بالحكمه. يبقى النبي اوتي مثل ما اوتي كل الانبياء، بل ما اوتي نبي معجزه الا من خلال امداده من نبوه نبي. فهمت بقى ازاي؟ سيدنا عيسى لما قالوا له احنا عايزين ايه؟ ناكل بمائدة من السماء، يعني لا حد جاب لها من السوق، ولا حد زرعها، ولا حد طبخها، ولا حد اشتراها، عايزينها كده تجيلنا من محض الغيب، من محض المحض الغيب. فهمت ازاي؟ علشان نزداد ايمان، نرى القدرة فاعلة بغير سبب فنزداد ايمان، وعشان احنا جعانين كمان نشبع. فهمت ازاي؟ وعلشان كمان تبقى آية للناس كلها تعرف ان ربنا قادر بغير سبب. فقام سيدنا عيسى عمل ايه؟ نفذ لهم رأيهم. كان ممكن يقول لهم هاتوا طيب طعام قليل ويبرك عليه ويقعد ياكلوا ما يخلص، مش كده برضه؟ كان ممكن يعمل كده. لا، ده هم عايزين من محض الغيب، يعني مش عايزين الصنعة. الصنعة بتخرج من الغيب بس مع مراعاة وجود السبب. فهمت ازاي؟ كأن الصنعة بتخرج القدرة منتقبة بالسبب. فهمت ازاي؟ فتشوف اثارها
بس مغلفة بإيه؟ بالأسباب. فهمت بقى المسألة؟ لكن سيدنا عيسى لما طلب المائدة، طلب المائدة من محض القدرة بغير غلاف، مكشوفة كده. علشان كده ربنا قال لهم لو تعاملت معاكم بالقدرة بغير غلاف فمن كفر منكم بعد ذلك أعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من العالم. يبقى غلاف القدرة يكون سببا لأن ربنا يرحم عباده لجهلهم، لكن لو كشف وبعد ما كشف كفروا يوديهم في داهية، يوديهم في داهية كبيرة. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده إذا كشفت لك، إذا كشفت لك القدرة ففي خطورة عليك، لأن ربنا هيعاملك ليس كما يعامل غيرك. فهمت ازاي؟ قد لا يقبل منك الهفوة، لكن طول ما هو بيتعامل معاك من خلال نقاب القدرة بالأسباب هفواتك مغفور. قول معلش عبد جاهل مش واخد باله، عنده غفلة، مني ما يليق بجهلي ومنك ما يليق بعلمك. فهمت بقى ازاي؟ يوم ربنا يعذرك بالسبب. لكن سيدنا عيسى لما طلبوا ان يشوفوا القدرة بعينهم كده اهو عيانا عيانا هددهم ربنا بقى، قال فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهمت؟ ما لوش عذر عندي بقى، ما لوش عذر عندي. التاني ممكن العذره إنه شايف القدرة فعلت في السبب فيظن إن السبب فاعل. فهمت ازاي؟ يتخيل له كده، فمعذور معلش جاهل، لكن انتوا مش هتبقوا جاهل. فهمت بقى المسألة؟ فبيعارضنا لما إذا كانت الخيرية في الأكل من صنعة اليد دي خيرية لأنه إخراج بالصنعة الأمور من غيبها. يعني أنت مثلا فين القمحة في رغيف العيش؟ مش رغيف العيش ده أصله كان قمح. شفت أنت الصنعة غيرته إزاي؟ خلته صورة تانية مختلفة خالص عن أصله. وتخش بقى في الفرن بتاع العيش تلاقي انواع يعني لا حصر لها من الخبز، اللي قرص واللي مش عارف طويل واللي قصير واللي محطوط عليه سمسم ومحطوط عليه كل ده انواع، واصله ايه في الاخر؟ هو قمح. طب فين شفت السمعة بتغير ازاي؟ كانها اظهرت لك عيوب، فبقى البون شاء. طب احنا مش من تراب؟ فين التراب فينا واحنا لحم ودم الوقت نتكلم؟ ده احنا لو وقع علينا شويه تراب نتأفف ونغسلها، ما انه هو اصلنا. فهمت ازاي؟ فتراب بيغسل تراب. لكن شفت بقى لما جت تغيرت وفعلت القدره في التراب غيرته فبقى ايه؟ بشر سوي. واخد بالك ازاي؟ من لحم ودم واحاسيس وقدره على الكلام وقدره على الحركه واراده وابداع وشغلانه تانية. يقول انا بقى الارض تهدي ما عليك يهدي، هو في الاخر تراب ابن تراب. فهمت بقى المساله؟ يعني الأسباب ممكن تغر وممكن تضر وممكن تكون سبب رحمة في نفس الوقت. فهمت بقى ازاي؟ تغر وتضر مين؟ الكافر، لأنه لا يرى القدرة فيها، يراها فاعلة فينكر الفاعل فيقول الكون هو اللي فاعل في نفسه، فيقول الطبيعة فاعلة، ده الكافر. والمؤمن يستفيد من الأسباب أنه يتعبد بالأخذ بها. فهمت إزاي؟ وقلبه ينظر إلى الفاعل فيها. فهمت بقى إزاي؟ ففرق كبير. سيدنا عيسى لما إذا كان أفضل ما أكل ابن آدم طعام قط اللي من صنع يده، طب ليه سيدنا عيسى طوعهم وقال لهم هات لي مائدة مش من صنع إيدينا؟ ما دي تعارض الحديث. فهمت بقى المعارضة؟ فهو عايز يحل لك هذا الإشكال. ما هو خير ما أكل ابن آدم طعام، ما أكل ابن آدم طعاما قد خير من ما صنعت يده. سيدنا عيسى مشي وراء الحواريين وطوعهم قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، كأن قلوبهم مرتبطة ببطنهم، أول ما بطنهم تشبع قلبهم يطمئن. نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا كمان، ونزداد يقينا فإنك أنت مؤيد من الله. فهمت ازاي؟ ادي المسوغات بتاعتهم. الصحابه ما عملوش كده مع النبي عشان تعرف ان صحابه النبي اقوى من حواري عيسى، صح ولا لا؟ لان افضل امه
ما عملوش كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك إيه؟ فيعارضنا قصة عيسى عليه السلام في المائدة التي هي بغير تسبب من الغيب، وما فعل سيدنا صلى الله عليه وسلم حين خرج ليلا وجاء علي فقال ما أخرجك؟ قال الجوع، إن الحسن والحسين يبكيان من الجوع. فقال الذي أخرجك أخرجني. يعني شوف النبي كان يتعامل مع الأسباب، مع أنه بيقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يتعامل مع الأسباب قياما بإيه؟ قياما وتحققا بالعبودية، وقياما بحق الربوبية. فالعبودية أسباب، فهمت إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج بالليل جعان. جعان يعني إيه؟ يعني بقاله عدة أيام لم يطعم شيء، أدي معناه. مش زيك أنت تفوتك وجبة تقعد تحيغم عليك، يعني يمر عليه عدة أيام ما يطعمش شيء ولا يدخل في جوفه شيء. فخرج بالليل جعان صلى الله عليه وسلم، فهو خارج لقى مين؟ سيدنا علي قبله. فسيدنا علي بيقول أنا خارج لأن إحنا جعانين والحسن والحسين قاعدين يبكوا، ما عندناش حاجة ولا كسرة خبز في البيت حتى. قالوا الذي أخرجك أخرجني، يبقى خارج يبحث عن السبب. شفت بقى النبي ما عملش زي سيدنا عيسى أنزل علي، ولو طلب كان نزل، لو طلب كان نزل. طب ما هو طلب لستنا فاطمة لما مر لقاها جائعة فقال اللهم لا تجع فاطمة، فصارت فاطمة يمر عليه اليوم والثلاثة والأربعة ما تاكلش وما تجوعش ببركة دعوة النبي، فهمت ازاي؟ ما عمل كده لفاطمة، حط ايده على بطنها ولو جدها جائعة وضعيفة وشاحبة وعندها أولاد وخدمة ومفيش طعام في البيت. فلما لقاها بهذه الحالة عمل ايه؟ وضع يده على بطنها وقال اللهم لا تجع فاطمة بنت محمد، فأصبحت خلاص لا تشعر بجوع. ولكن بالرغم من كده كانت تاكل برضو تعبدا، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، احتراما للأسباب، لأن الاستغناء دي صفة الربوبية والافتقار صفة العبودية. فلما ربنا يغنيك ما تستغناش، خليك برضو فقير عبد، فهمت بقى؟ ده عادي الأدب، والأدب ده مش كل واحد بياخد باله منه. فالمهم هنا بيجيب لك بقى ايه حال سيدنا رسول الله، ازاي ان هو كان يخرج يتسبب جائع، فخرج من بيته ما عادش ايه في بيته قال اللهم انزل علي مائدة من السماء انا وعلي وفاطمة والاحبابي وكل اللي جعانين من امتي، كان ممكن يقول كده؟ لا. ليه بقى؟ لان لو ربنا عامل امته بالقدرة هيعذبهم عذاب لا يعذبه احد من العالمين لو كفر وعصى، لكن النبي رحم على امته قال لا يا رب عاملنا بالاسباب عشان تعذرنا لو ايه ما قصرنا في الطاعه شويه. يبقى النبي لما تعامل بالاسباب وجعل امته تتعامل بالاسباب رحمه بيهم، لان لو كان طلب التعامل بالقدره المباشره لكان المخالف ربنا يعذبه عذاب لا يعذبه احد من العالمين. يبقى اختيار النبي كان ايه؟ هو عين الرحمه للامه، فهمت بقى ازاي؟ فما قابل سيدنا العلي بيقول له ايه؟ الذي أخرجك أخرجني. ثم أتاهم فلان من الصحابة يشكو مكانهم يشكونه من الجوع، فقابلوا واحد ثالث من الصحابة يبدو سيدنا أبو بكر، إلى أن قال عليه السلام لعلي رضي الله عنه اذهب إلى النخلة الفلانية، وكان في غير زمان التمر. يعني النخلة ما فيهاش تمر، لكن شوف النبي لما يطلب بقى الثمر يطلبه من سببه، مش يجيب له تمر من غير نخلة، كان ممكن يعمل لانه بيتعامل مع الله. لا، يوم شوف بقى سيدنا رسول الله ازاي بيعلم امته، انك انت عايز تمر روح للنخله، حتى لو النخله ما فيهاش تمر هينزل لك التمر طاعه لرسول الله بركه، زي ما كان يجيب الشال حائل ويحلبها. حائل يعني شاه ليست حامل ولم تلد، يعني ما فيهاش حائل غير حامل، يبقى حامل وحائل، حائل عكس حامل. ومعروف أن اللبن لا يكون في ضرع الشاة إلا إذا حملت وولدت، إنما شاة وضرعها مملوء لبن وهي حائل دي آية، يوم يؤتى بالشاة الحائل والنبي يمسح على ضرعها ويحلبه، يبقى الضرع إيه؟ نقاب للقدرة. جعل الشاة وضرعها نقاب للقدرة، إنما اللبن اللي نازل ده من محض القدرة، ده مش من الضرع، الضرع ما كانش فيه حاجة،
لكن شوف النبي شايفه كان الادب، الادب في التعامل في ايه، في الاسباب، علشان ما يكشفش الحكايه في زمان في وقت ربنا بيختبر الناس بالايمان بالغيب. فهمت بقى؟ فقام سيدنا رسول الله قال لسيدنا علي: اذهب الى النخله الفلانيه وكان في غير زمان التمر، وقل لها النبي يقول لك ان تطعمي رطبا. فمن حينها فعلت النخله ما امرت به. طب والنخله ليها فعل؟ يعني اطلب من الله ان يرطب النخل. فهمت ازاي؟ يقوم ايه يكلم السبب، وهو من خلال كلامه للسبب بيكلم المسبب. شفت المعنى؟ فمن حينها فعلت النخل ما أمرت به، وجاء علي رضي الله عنه بتمر فأكلوا جميعا، وحمل كل لعياله ما كان لهم فيه كفاية وزيادة. والجمع بينهما بين قصة سيدنا عيسى وبين سيدنا رسول الله بذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام لما اجتمع ومشيا معا كما أخبر الله عز وجل عنهما، ذكر أنهما لحقهما الجوع فنزل إليهما جدي نصفه مشوي ونصفه ني، فأراد موسى أن يأكل من المشوي. سيدنا الخضر ربنا بيجعله بيتعامل مع القدرة على طول، القدرة والقدر. سيدنا موسى متشرع يتعامل مع الأسباب. فلما جاءوا الاثنين نزل لهم جدي نصه مشوي ونصه ني، النص الني ياكل منه المتسبب يعني ياخده يطبخه، والنص المشوي ياخد منه اللي بيتعامل بالقدره مباشره. فسيدنا موسى بيمد ايده على المشوي قال له: لا انت تاكل من الني، انت بتاع الشريعه والاسباب، خليك انت النص ده بتاعك انت. يبقى كل واحد له مقام عند ربه. فهمت بقى المساله؟ فنزل إليهما جدي نصفه مشوي ونصفه ني، فأراد موسى عليه السلام أن يأكل من المشوي، فقال له الخضر عليه السلام: ليس هذه طريقتك لأنك أتيت بالتسبب، وطريقي أنا التفويض، اذهب أنت فاجمع الحطب وأوقد النار واشوي فكل. ففعل موسى عليه السلام وأكل الخضر من المشوي. أي واحد فيكم يتمنى يبقى الخضر؟ والله يبقى جاهل، لأن هيبقى على خطر عظيم، على خطر عظيم. خليك كده اهو مع ايه اهل الحجاب احسن، لان طول ما انت في اهل الحجاب ربنا عذرك وماشي الامور، انما اول ما يكشف لك القدره بقى الهفوه منك مش هتعدي. فهمت ازاي؟ فمش هتتحمل. فهمت؟ والفقه في ذلك ان الافضليه هنا ليست على عمومها، وتكون في المشروعية ليس إلا من أجل أن صاحب هذه الحال الرفيع قد يظن أنه وفى شروطها وهو لم يوفي، فلا يؤتى بشيء فيتهم فيتهم مولاه، وهذا وجه كبير من الخطر ويحصل له فيلحق بذلك اغترار، وهو أيضا باب عظيم من الخطر، فتكون الصنعة أفضل لكونها طريقها أسلم. طول ما انت قاعد بتصنع وفي ايدك مهنة وبترزق من خلال مهنتك ما بترزقش بغير سبب، فطريقها اسلم، لان التعامل مع السبب اسلم من التعامل مع القدرة. وكأن الخيرية هنا خيرية ايه؟ خيرية انك تعذر في بعض ايه؟ التهاون في الطاعة، لانك بتتعامل مع الاسباب. يبقى الخيرية من خلال ايه؟ اكل صنع اليد، غير اللي بياكل مما لم تصنع يده من القدرة، ساعتها لو لم يؤدي الشكر كما يجب ربنا هيقع عقبه عقاب شديد، وانت عارف ان مهما شكرت مش هتؤدي الشكر كما يجب. يبقى انت ما تتعامل مع الاسباب وصنعة اليد أأمن، لان انت كده كده مش هتؤدي الشكر كما يجب، مش هتوفي الشكر كما يجب. فطالما انا مش هوفي الشكر كما يجب، لو تعاملت مع القدرة يجب اوفي الشكر كما يجب، وانا عاجز عن توفية الشكر كما يجب، يبقى اتعامل مع الاسباب احسن، أأمن لي بقى. فهمت بقى المسألة؟ ادي وجهة الخيرية من صنع اليد، ان ربنا يقبل منك الشكر القليل، لكن لو تعامل معك مع القدرة لا يقبل منك الا الشكر الكافي الوافي، وانت لا تستطيع. واضح؟
وهو أيضا باب عظيم من الخطر، فتكون الصنعة أفضل لكونها طريقها أسلم، كما قال عليه السلام في شأن الصلاة: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، من أجل أنها أسلم من الرياء والشوائب، فإن السلامة هي أفضل، وإن كبرت فائدة الطريقة الأخرى، لأنها فائدة معها متلفات. يعني صلاة الجماعة فائدتها عظيمة جدا، بس معها متلفات. إيه المتلفات؟ ممكن يدخل فيها الرياء، يدخل فيها الشهرة، يدخل فيها التعامل مع الناس وعدم الأدب مع سائر الناس. فهمت إزاي؟ وقد تنظر لإنسان تحتقره في الصف وتظن إن هو يعني أدنى منك علما وأدنى منك خشوعا، ويطلع هو ده الولي. فهمت إزاي؟ وأنت مش واخد بالك. لكن طول ما أنت بتصلي في بيتك، لا شفت ده ولا شفت ده ولا حد شافك، فأنت أأمن. بالرغم إن صلاة الجماعة أفضل، إلا إن معها متلفات. فلما كان معها متلفات وهي ضرورية، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجماعة بقدر الضرورة في الفريضة، وخلي صلاتك في بيتك بعد كده، لأن السلامة لا يعدلها شيء. فهمت بقى؟ السلامة لا يعدلها شيء، لأنها فائدة معها متلفات، قل من ينجو معها. وقد قال بعض السادة: لا أعدل بالسلامة شيئا، وللمقامات العلية رجال لها خلقوا وعليها عملوا. أما الوجه الرابع فهو من أجل ما تعين في غير الصنعة من الحقوق، وهو محتمل هل خلصت أم لا، فقد يعارضنا أن نجده معلوما مقطوعا. خد بالك أنك أنت لما يبقى مالكش صنعة ورزقك جاي لك من غير الصنعة، فرزقك جاي متعلق بحقوق كثيرة. يعني إيه؟ يعني التاجر بيكسب من تجارته، بس يتعلق عليه حقوق كثيرة. منها ايه؟ منها المال اللي حوله لتجارة، قد يكون المال ده ليس كله ماله، مال غيره، وان هذا المال حمله معه المعاونين بتوعه، وقد يلحقه التجارة تكون غير جيدة فيظهرها في الصورة الجيدة ويغش الناس ويبيعها على انها جيدة وهي ليست جيدة، ويخش في مشاكل، وقد يروجها باليمين الفاجرة، وقد. انما الصنعة ما فيهاش بقى ايه الحقوق الكتيره دي كلها. فهمت ازاي؟ فيمكن الخيريه بسبب قله المخاطر المحيطه بالصنعه، مش زي ايه الاعمال الاخرى. يعني افرض مثلا راجل محامي بيتكسب من المحاماه، ففيها نوع من المخاطر، لانه قد ياتيه من يكون مجرم فيلحن له في القول ويشعره ان هو مظلوم، يقوم يبتدي يترافع عنه ويطلعه بريء، ويطلع المجرم بريء. فهمت ازاي؟ بقت مشكلة فيها حقوق تانية. فهمت ازاي؟ لان دي صنعة فكرية مش باليد، دي صنعة فكر، المحاماة دي فكر. فهمت ازاي؟ والقضاء ده فكر مش باليد. الطبيب الباطني صنعة فكر، يجي له المريض يقول له الشكوى، يعمل له ابحاث ويشخص، قد يخطئ وقد يصيب، فاذا اخطأ ربما المريض يزداد مرض. صحيح هو لا يؤاخذه الله بخطئه لو اجتهد، انا معاك، لكن برضه هينبني عليها بعض المضار. يعني حتى الطبيب لو اخطا ولا يقصد الخطا، يوم ما المريض بيبقى سيء حاله أسوأ، المريض بيتاذى، الطبيب بيتاذى كانه هو نفسه المريض وبيزعل. فهمت؟ زمان هو ما يقصدش ان المريض كان ولم يمرض هو المريض، لكنه بيتاذى ويبتدي يلوم نفسه: يا ريتني كنت فكرت بالطريقة الفلانية، أنا ليه فاتت عليا، ليه ما خدتش رأي فلان، وليه ما خدتش رأي علان، وليه ما قعدتش جنبه وبياخد الدواء، عشان أول ما لاحظ أنه ما استفادش أغير له، يبتدي يلوم نفسه على طول. ليه؟ لارتباطات الحقوق الكثيرة. إنما اللي بيصنع صنعة إيده دي، والله هو بيعمل حاجة لخبطت حتة الخشبة منه يرميها ويجيب غيرها، في إيده الحكاية سهلة. فهمت إزاي؟ فصنعة الإيد الحقوق المترتبة عليها أقل من الصناعات الأخرى، فدي نوع من الخيرية. إيه؟ لأنها ليست فيها أمور وحقوق مترتبة على غيرها. فهمت بقى المسألة؟ هو كل ده عايز يبحث إيه لي خير مما صنعت. فهمت إزاي؟ ما أكل ابن آدم طب. فهو من أجل ما تعين في غير الصنعة من الحقوق، وهو محتمل هل خلصت أم لا، فقد يعارضنا أن نجده معلوما مقطوعا، كما ذكر عن بعض التجار لما ركب البحر وانكسر المركب، خرج في جملة من خرج، فقال بعض أصحابه: تعال بنا نمشي إلى العمارة القريبة منا، فقال له: لا أزول حتى يخرج مالي.
يعني غرق ماله في البحر، وهم واقفين شايفين السفن بتغرق وهو واقف على الشط، وده مال اللي بيغرق ده متعلقة بيه حقوق ناس كان واخد منهم أموالهم بيتاجر لهم فيها، فهم؟ فبيقول له خلاص عوضنا على الله يلا نمشي. قال لهم امشي ايه؟ مش لما يطلع مالي بالبحر. قالوا الراجل ده مجنون ولا ايه؟ والبحر هيرمي سمك، فهمت ازاي؟ استعجبوا يعني. فاستخف عقله، ثم انه قعد معه يسيرا، فاذا بالامواج قد رمت عدلا نظروه، فاذا اسمه عليه مكتوب، فما زال كذلك حتى لم يتبقى له في البحر شيء. يبقى ده كان تاجر والي بقى، ربنا سبحانه وتعالى ما اخلفش ظنه، والبحر رماله تجارته من وسط التجارات اللي غرقت. يبقى ده ربنا بيعامل التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء من الاولياء، ده دليل ندرتهم، فهمت؟ فساله صاحبه ما هو حالك مع الله حتى خصك بهذه الكرامه على كل من كان في المركب؟ قال له كل ما امرني فعلت، فكيف ياخذ مني ما قد وهبني وهو قد وفقني لامتثال ما قد امرني به؟ هذا لا يكون، والانفصال عنه ان ذلك نادر. طب القصه بتاع التاجر دي نادره، ما ينبنيش، هو النادر لا ينبني عليه حكم، وعشان كده النبي ما ذكرهاش، ذكر ايه؟ ان خير طعامه كان في صناعه الجاد. لكن مين كم تاجر يحصل له اللي حصل للرجل دي؟ شيء نادر، والنادر لا حكم له. فهمت بقى المساله؟ فجاء الحكم على الغالب، كما قد نجد في بعض الصناع من يغش في صنعته وتكون ارذل المكاسب، والغالب في الصنع غير ذلك، والغش فيها ان وقع قد لا يخفى مثل ما تخفى حقوق الاموال، لانه ليس في الاموال حق الا الزكاه، وفيه حقوق غير ذلك مثل ما يتعلق من وجوب النصيحه في البيوع والغش والخلابه يعني الخديعه، واشياء عديده مذكوره في كتب الفروع قل في المتسببين من يعرفها، فكيف بفعلها؟ فكيف يفعلها؟ فلذلك تكون الصنعة خيرا، لأنها ليس فيها غير شيء واحد، وقد لا يخفى وهو ألا يوفي فيها ما يحتاج إليه. يعني الصنعة متقنة باين الإتقان فيها، غير متقنة باين عدم الإتقان فيها، ما يعرفش يغش فيها، فهمت؟ إنما التجارة ممكن يخبي الغش فيها. وهو إن وقع من فاعلها شيء من ذلك هو عيب ظاهر لمن شاء أن يرد به رد، فلقلة الخطر فيها يعني في الصنعة وقلة الحقوق كانت خيرا من غيرها من التكسبات. ولذلك كان بعض من لقيت من أهل العلم والدين يبيع الزيت، فلما سألته أو قال لي ما رجعت إلى بيع الزيت إلا أنه أمنت فيه خدع النفس، وذلك أنه إذا كانت آنية كبيرة مثل خابية وتكون طيبة ويوضع فيها الشيء اليسير من الدون رجعت كلها دونا بخلاف غيره يقبل التدليس، فلما أمنت من أنها لا تقبل هذا لكونه يحصل لها بها خسارة في المال أثرت هذه الحرفة على غيرها، لأن أهل التوفيق لا يؤمنون غوائل النفوس وإن كانت نفوسهم مباركة. يعني معناه لما يبيع الزيت غير مصنوع، الزيت ده جاي من البذرة ملوش فيه صنعة كتير، فيبيعه أأمن من أن يحول الزيت ده إلى صنعة، يحوله كحك ويحوله بسكوت ويحوله مش عارف إيه، وقد يقل كمية السكر، قد يكون الزيت مغشوش، قد يحط الزيت ويغشه بحاجة تانية، واخد بالك، نوع أردأ ويقول لك ده مش عارف، فيدخل فيه الغش. فقال أنا والله أنا لقيت أن أصلح لي أن أنا أبيع الزيت كده زيت، والناس تاخده بعد كده بقى تصنع فيه اللي تصنعه، اللي يغش يغش، اللي ما يغشش ماليش دعوة. فهمت ازاي؟ يعني كلما قلت تدخلات البشر في الشيء كلما كانت السلامة أرجع. وإن كانت نفوسهم مباركة، لقول الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما الوجه الخامس وهو أن الطعام الذي يكون بالصنعة قد خصه الله عز وجل ببركة ليست في غيره، فإن كان هذا تعبدا لا يفهم له معنى فلا بحث، وإن كان ذلك من أجل ما فيه من إظهار الحكمة الربانية فالكلام عليه كالكلام على ما تقدم قبل، والانفصال عنه مثل ذلك سواء. ونقف على الوجه السادس والأخير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.